الرسمة دي حد فاكرها من امبارح؟ ايوه
هي الخط كده وفي كيس في النص اوريها لكم حالا. هنا بحب اكد تمام. لا دي واحده ثانيه. احب اكد على حضراتكم لو سالت في الشفوي او في النظر على التايبس اوف كاريرز تكتب الاربعه دول. لو اتسالت على الكلاسيفيكيشن اوف كاريرز تكتب الثلاثه اللي بعدهم عشان ما تتلخبطوش. ساعات في انت في الامتحان يقول لك تايبس اوف كاريرز تروح كاتب له الكلاسيفيكيشن والعكس بالعكس. كلمه تايبس احفظوا الشكل ده. تايبس اوف كاريرز دول اربع انواع هي الرسم اللي هي الكلام الكتير اللي هي الكلام المهم. الرسم هي اولاد فاكرين دي رسمه اللي بنشرح عليها التايبس اوف كاريرز انواع الكاريرز. وزي ما انتم شايفين في عندي اربع انواع. النوع الاولاني اسمه انكيوباتوري كارير. انكيوباتوري كارير ده معناها ان الشخص في فتره الانكيوبيشن بيريود قادر على نقل العدوى. هذا الشخص اللي في الانكيوبيشن بيريود بعد فتره بعد الانكيوبيشن بيريود بيتحول لكيس. بيبقى حاله بيبقى كيس عنده ساينز وسيمبتومز. امال الكونفاليسنت كارير ده ايه؟ ده اللي كان عيان وخف فبدا ينطبق عليه الكرايتيريا بتاعه الكارير لان هو ابارنتلي هيلثي. مش قلنا الكونفاليسنس معناها ايه؟ ده سؤال شاف. الكونفاليسنس معناها ثلاث حاجات. اول حاجه بتقل الفيبر او تختفي الفيبر. احنا يعني بنتكلم عن فيكشوال سيز. تاني حاجه بتختفي الاعراض اللي هي ساينز وسيمتومز. تالت حاجه الشخص ده بيبقى عنده فير جنرال كونديشن بقى انسان صحته معقوله وبالتالي اقدر اطبق عليه الكرايتيريا بتاعت الكارير ولا لا؟ خلاص بقى ابارنتلي هيلثي. مش قلنا مفيش ساينز ولا سيمتومز ولا فيبر ولا حد وحالته الصحيه كويسه. فعشان كده ما تتلخبطوش يا جماعه ساعات الفكره بتاعت ان هو كان اصلا جسم اتحول لكونفاليسنت كارير هي منطقيه جدا لانه تحول من ساينز وسيمتومز لشخص ابارنتلي هيلثي. لا فيش اعراض، ما فيش فيبر، ما فيش حتى جنرال كونديشن بتاعته فير، يعني معقول يقدر يتحرك. ده الانكيوباتوري كارير وده الكونفاليسنت. دول بنقول عليهم دايركتلي ريليتد تو ذا كيس. حتى في الرسمه باينه الانكيوباتوري سيصبح كيس والكونفاليسنت كان كيس. خلاص كده ما تتلخبطوش من بعض الترمينولوجي في الكتاب ده. ده بنسميه ايه يا ولاد؟ اللي فوق دول الثلاث اشخاص دول اسمهم ايه دول؟ دول حد اللي حضر معايا امبارح؟ اللي حضر امبارح ده اسمه ايه؟ دول اسمهم ايه؟ الثلاثة دول اسمهم ايه؟ بسميهم مصدر كاريرز يعني. ليه؟ الثلاثة دول اللي هم عاملين زي الثلاث عينان كبريت دول دول بسميهم دول كونتاكت كاريرز. انا حطاهم ثلاثه ليه؟ انا قصدي ثلاثه ليه؟ عشان في ثلاث انواع من الكونتاكت. في بالظبط زي ما انت بتقولي دكتور هاوس هولد وفي ورك ميتس كلاس ميتس. وبالتالي لما اجي اعمل كنترول ميجرز فور ذا كونتاكت لازم اخد عناوينهم. ما افترضش ان كلهم مع الشخص في نفس البيت لهم نفس العنوان. I have to trace them. مش هعرف اتريس ذم الا اذا كنت عارف عنوانهم. دي حاجات بتبين على بعض. اخر نوع او اخر تايب اوف ذا كاريرز بنسميه ده اللي هو الشخص اللي لوحده اللي اخذ الانفكشن من السويل او الفود او الووتر ده بسميه هيلثي كارير. لماذا نطلق عليه هيلثي كارير؟ لماذا؟ لان هو لا هو كيس ولا قريب من الكيس ده فين بعيد عنه خالص. خد الانفكشن من الانفايرمنت. وعشان كده ساعات الاسم الثاني اسم الدلع بتاع الهيلث كارير بيسموه ده انفايرمنتال كارير. واثنين صح. اوكي خلاص يبقى دول this is the classification of carriers. This is the classification of carriers. صح ولا غلط؟ بقول صح ولا غلط؟ دول ايه؟
كلاسيفيكيشن اوف كاريرز عندي ثلاث طرق بعمل بيهم الكلاسيفيكيشن، اللي هو امبارح المكان والزمان والكلاسيفيكيشن. تعال نشوف الكلاسيفيكيشن اوف كاريرز بقسمهم اكوردنج تو 3 فاكتورز. اولا بيريد، بيريد اوف اكتيفيتي، الكارير ستيت دي بتفضل لمده قد ايه ويفضل قادر انه يعدي لمده قد ايه. في بعض الامراض بيكون فيها ترانزيانت كارير، ترانزيانت يعني فيو دايز، والمثال بتاعها احفظ الكلام ده عشان في الشفا وينفعك قوي. الاكزامبل ترانزيانت كاريرز الامراض اللي فيها انكيوباتري كاريرز، صح ولا غلط؟ الكلام ده احنا قلناه امبارح، وقلنا جمله قلنا all incubatory carriers are transient except hepatitis B C و AIDS، لان الانكيوبيشن بتاعتهم طويله جدا فما ينفعش عليه ترانزيانت. اوكي؟ طيب مين هم temporary carriers؟ temporary carriers اللي بيفضلوا يهدوا او يفضلوا محتفظين بحاله الكارير ستيت لفتره few weeks يعني اسبوعين ثلاثه. دول غالبا غالبا بيبقوا في كونتاكت كاريرز، يعني الناس اللي حواليا دول اللي هم دول ثلاثه دول بياخدوا بيجات انفكتد تمام ويبقوا كاريرز وما يعيوش، بل في خلال اسبوعين ثلاثه بيتخلصوا خالص من الاورجانيزم. لكن في الاسبوعين الثلاثه دول قد يقابلوا انسان الميونت بتاعته ضعيفه فهو يبقى الفيكتيم. فاذا هنا انا عايز اوصل معاكم لانه لما اجي احط قاعده اقول موستلي التمبري كاريرز هم دول الكونتاكت كاريرز وكمان الهيلث كاريرز. الواحد بياخد انفكشن من الانفايرمنت خلال اسبوعين ثلاثه بيخلص منه، الميوت بتاعته بتعلى، الاورجانيزم ما بقاش قد كده فبيخلص منه. اتفضل. حضرتك قلت ترانزيانت كارير يعني فيو دايز. فيو دايز. طب هو بعد ما يبقى ترانزيانت كارير هو كان انكيوباتر هيبقى كيس كيس هيفضل برضه انفكتد. ما انا بس حط على عليه تحت كلمه الكاريرز، يعني وانت بتعمل كلاسيفيكيشن للكاريرز انسى الكيس، لان الكيس انفكتيف بس ما هوش ينطبق عليه الديفينيشن بتاع الكاريرز. الكيس حاله فيها ساين سيمتومز يبقى عيان بيتعالج، انما ده لا، ده انت لسه مش عارف، وعشان كده الخطوره بتاعها انك انت مطمن له قاعد تاكل تشرب معاه وعادي خالص وعاملين عيد ميلاد. لا هيبقى كيس، هيبقى كيس وهتبقى انفكتد، صح كده؟ هي تقسيمه، هي التقسيمه عشان نفهم. انا ليه بركز على الكارير يا اولاد؟ امبارح قلنا القصه دي، ليه بنركز على الكارير ونتكلم عليهم كتير؟ اولا هم شكلهم عادي فالناس بتتكمل تتعامل معاهم بامان، فده مصدر خبر. الحاجه الثانيه عددهم كبير قوي. الحاجه الثالثه في منهم ناس بيقعدوا فتره طويله جدا. احنا هنا بنتكلم على الكارير اللي هو بينطبق عليه الكريتيريا بتاعت الكارير. اوكي؟ طيب فاضل عندي الكرونيك كاريرز، دول هوريهم لكم سلايد لوحدها انها تجميع. كرونيك كاريرز دول بيقعدوا لسنوات او للعمر كله. ديفينيشن اوف كرونيك كارير ده ديفينيشن، في ناس قالوا لو الكارير ستيت قعدت سنه انا بقول على كرونيك كارير. اقل من كده لا. وفي ناس قالوا لا ده الكرونيك كارير ده معناه انه لايف لونج طول عمره مش هيخلص من كارير ستيت. فأي الاحوال لما بقول اللي بيقعد سنه خلاص انا بعتبره كرونيك كارير. طيب بقسم الكلاسيفيكيشن اوف كاريرز حسب ايه؟ حسب الفوكس وانفكشن. الاورجانيزم قاعد ومستقر ومستتب فين في جسم هذا الكارير؟ يا اما موجود في الابر ريسبيراتوري تراك زي ما قلت لكم امبارح، عمر ما يبقى في كارير ستيت في التراكيه ولا في اللنج، غالبا في الابر ريسبيراتوري اللي هو فوق النيزوفان، الحته اللي هي ممر كل حاجه للهواء وللميه وفيها فرصه لاكسبوجر خروج بره الجسم. الجي اي تي قلت لكم فين بتبقى اماكن الفوساي بتاعت الكارير ستيت؟ عمرها ما تبقى في الاستومك، لكن ممكن تبقى في السمول انتستين، موستلي بتبقى في اللارج انتستين، وفي احيانا بتبقى فين؟ في الجولد بلادر زي السكاي فولت. اوكي؟ طيب اليوتي اللي هو الرينال تراكت يبقى الفوكس موجوده في الرينال تراكت، موجوده في غالبا اي حته في اليوتي تنفع، او البايرن فرانس تستعمل والاورجانيزم موجود فيه. اخر حاجه دي مهمه قوي 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 في الانفستيجيشن تبقى ان اوت بريك او تبقى لازم تكون في ذهنك. احيانا الاورجانيزم
اللي موجود في الكارير بيبقى ترانسميتد كونتينوسلي او اكسكريتد مش ترانسميتد اكسكريتد كونتينوسلي طول الوقت او اكسكريتد انترميتد النهارده موجود ثاني يوم مختفي مش الاكسكريت يفوت يومين ثلاثه يظهر وبعدين يختفي مين الاخطر في الديتكشن اللي هو كونتينوس ولا اللي بيقطع ده الانترميتد الانترميتد ده ديسيفنج لو انت رحت مره واخدت عينه للشخص ده اللي انت عايز تطمن ان هو كارير ولا مش كارير وعملت لها يورين او ستول اناليسيس وطلع مفيش حاجه هو انترميتد اكسكريتر هتعمل ايه؟ هتطمن هتقول يو ار فري ارجع شغلك ارجع بيتك وده خطر عشان كده بنتغلب على ده ازاي؟ اللي احنا نعرف عنه من الامراض المعروف عنها سمعه سيئه ومعروف ان هي بتعمل انترميتنت اكسكريشن بقول له لا حلو انا ما عملكش اكزامينيشن لليورينري ستون مره واحده وهضمته نو انت تجيلي مره كل يوم بعد يوم ثلاث مرات 3 كونسيكوتيف سامبل انتوا شفتوا الكلام ده في البكتيريولوجي اكيد فانا بعمل كده ليه عشان اطمن فعلا ان هو مش كده ان هو خلاص الاورجانيزم ده اختفى من الاكسكريتا بتاعته هو نو مور كارير اوكي يبقى دي الطرق او الكلاسيفيكيشن اللي انا بقسم بيها الكاريرز بالزمان بيريود في الانفكتيفيتي في الايه في الاكسكريشن هنا في تجميعه ظريفه الكرونيك كاريرز اللي هم بيقعدوا فتره طويله دي تجميع لان هتلاقي فيها انكيوباتري كاريرز اللي احنا قلنا عليه اللي بتاع الايدز الانفكشنز فور 6 مانس الى 10 او سنوات او اكتر فيش بيريود طويله جدا بتاعة الايدز الهيلثي كارير اوف هيباتايتس بي هيلثي كارير اوف هيباتايتس بي بيبقى انفكشنز فور ييرز الدلتا الكونفاليسنت بقى كاريرز اللي هم كان عيان وخف المثال الشهير ماينر بيرسنت اوف انتريكا انتريكا اللي هي التايفويد اللي كان المثال يحكي لكم هنا قصه ميري تايفويد اللي هي كانت طباخه دي تمثل النسبه القليله اللي بتبقى بتستمر بعد الشفاء تفضل كرونيك كارير نعم ايوه طب هو لازم يحصل لا انا هقول لك مثال جميل قوي للهباتايتس بي انا دايما بقول للناس الهباتايتس بي الانفكتيف دوز بتاعتها قليله جدا صح كده فانا بقول المثال ده لو واحد عيان في المستشفى عنده هباتايتس بي كويس وبعدين كان في ايده مايكرو انجري او بعد ما خدوا منه عينه دم او حلل السكر يعني في دم اوزي اوكي وسند على السرير وقام على الحديده بتاعه السرير وقام كويس وجا دكتور او ممرضه او ممرض او حد وراح حاطط ايده على نفس المكان والشخص ده عنده مايكرو انجري او ايده متعوره او في تراك او تراك جوه السكن بتاعه الكميه اللي فاضله دي البسيطه جدا اللي يا دوبك على الحديده دي ممكن ده عشان ما تنسوش ابدا الانفكتيف دوز قليله جدا في الحاله دي هو خد الانفكشن من العيان دايركت ولا خدها من بوليوتد انفايرمنت؟ من بوليوتد انفايرمنت اغلب الناس اللي بياخدوا الوقت الهباتايتس بي الانفكشن بيبقى جزء كبير جدا منه في المستشفيات علشان السرنجات بتداول الشارمنت لكن كتير منها جدا بيحصل عشان الدم واقعين شويه دم لازقين شويه دم قطمة مسكتها فالكلام ده كله انا اقدر احطه تحت الانفايرمنتال الانفكشن اتنقل عن طريق الانفايرمنت مش عن طريق لا بلاد ترانسفيوجن ولا سيكشوال انتركورس ولا اي حاجه من اللي احنا مذاكرينه مفيش فالقصه هنا لازم تنتبه ليها قوي وده كلام بقول لحضراتكم علشان لما تدخلوا المستشفيات بليز فولو ذا انستراكشنز البريكوشنز انفكشن كنترول وحافظ على نفسك. حد كان بيسال سؤال. والفيروس بيفضل طيب بره الجسم قد ايه؟ لا فتره طويله، البي بيعيش. البي بيعيش. الجود
الجود نيوز ان احنا اغلبنا متطعم من هباتيتس بي، وبالذات حضراتكم الهباتيتس بي بدا التطعيم ليها بشكل روتين سنه 94. انتوا مواليد كام؟ 95. طب ده انتوا هايلين جدا، هايلين غالبا غالبا كلكم اخدين الهباتيتس بي فاكسين. انا فاكره كنت بعمل الدكتوراه في سنه 1990 كده حاجه كده، وبعدين كنت بعملها في مركز صحي بسيط جدا. بعدين كنت بقى ادرب الامهات ازاي يناموا ذكاء اطفالهم الصغيرين، كانت رساله لطيفه جدا. فالمهم لقيت امه من الامهات المصححين كده اللي انا دايما يعني بقعد معاهم وبخليهم يساعدوني، لقيتها بتقول لي انا بعت الحلق بتاعي. فبقول لها ليه يا فوزيه؟ قالت لي اصل سمعت ان في تطعيم جديد للاطفال وانا عايزه ادي التطعيم لاولادي، فبعت الحلق عشان اديهم التطعيم. كان الهباتيتس بي فاكسين لسه طالع. وطبعا انا التصرف ده يعني هو اولا سو امبرست، ازاي من واحده ست من الوعي لدرجه انها تقول انها تبيع حلقها عشان تطعم ابنها. فبقيت طول عمري ماشيه في هذا التراك، احترم جميع السيدات حتى لو مش متعلمات، احترم جميع السيدات حتى لو مستواهم الاجتماعي او المادي بسيط، لان بيطلع منهم عجب، بيطلع منهم حاجات اكزامبل نماذج موديلز. واتعودت على كده خلاص، اي ما تحاولش ابدا تقلل من شان حد عشان هو مش معاه فلوس او هو مش متعلم. وده الحقيقه فادني طول عمري يعني. ما عادش الكلام ده خلاص. ايه؟ ما عادش الكلام ده. هتلاقيه. طيب خلينا الكومباريزن كاريز دول احفظوهم بقى. 5 لـ10 كمان هباتيتس انواع الهباتيتس سي بي. والشيجيلا، عارفين الشيجيلا يا اولاد؟ شيجيلوزيس. شيجيلا دي نوع من الديزنتك، صح كده؟ عشان بس ما تنسوهاش. وايه الدور كوليرا؟ وانا امبارح قلت لكم في فرق بين الدور كوليرا والكلاسيك كوليرا. الكلاسيك كوليرا ما فيش فيها جاريه خالص، يا العيان سليم يا يموت كريم، ما فيش الا كده، يا سليم يا كريم خلاص، ما فيش كاريرز. الدور اللي هي الجبري كوليرا اللي هي اكتشفت عندنا على ارض سيناء، والناس الحجاج يعني كان لهم مكان بينتظروا فيه فتره طويله، فظهرت ديزيزا في المكان ده. طبعا زمان ما كانش فيه سانيتيشن كويس وميه وكده، فظهر داريا عند الناس دول في التجمع ده، وبداوا يدوروا على الكوست ايجنت. طلع كوليرا بس مش الكلاسيك، اللي هو يسموه الكوليرا. ده اخد شكل مختلف، بقى ليس فيجيلنت، والكارير سيت بتاعته موجوده، والكرونيستي بتاعته موجوده، تمام؟ يبقى مين لو سالت عن كرونيك كاريرز خلاص نرص دول. حبه منهم كيوباتري، حبه منهم هيلثي، حبه منهم ايه كومباليس، تمام؟ السؤال ده ليه يكون الشفوي. What do you mean or do you know about commensals as a form of infectious infection site focus أو infectious خصال؟ عندنا في جسمنا حاجة اسمها بتعيش عندنا جوا جسمنا حاجة اسمها commensals. مين هما commensals؟ دول بقول عليهم non pathogenic potential pathogenic. هتسموهم ايه؟ هو الكومنسلز دول عباره عن اورجانيزم تبقى عايشه بشكل طبيعي، الناتشرال هابيتات بتاعتها الاورفيسيسز بتاع جسم الانسان. الفتحات بيبقى المكان ده مناسب ليها جدا. الكومنسلز الحقيقه هم احسن وصف ليهم ان هم بوتنشالي باثوجينز. ليه؟ هم طول ما جسم الانسان مناعته كويسه هم عايشين في مكانهم بيستفيدوا، او يعني بياكلوا دوائي او بيستفيدوا من المكان ده بشكل او باخر من غير ما يأذوا الانسان. وانس حصل حاجه من اثنين، اليونت بتاعت البني ادم قلت تتحول النعامه الى اسد. اللي كان قاعد كده وكانت تتحول اسد وتجيب انفكشنز رهيبه او امراض فظيعه. الحاجه الثانيه انه يغير الهابيتات. عشان كده المثال الفائع اللي محدش ينساه ابدا ايكولاي بتاع اليوتي انفكشن، المننجوكوكا المننجايتس، المننجوكوكاي دي ار كومنسلز ان ذا نيزو فايروس بتاعنا بتاع البني ادمين. يعني احنا قاعدين كده من 5 لـ10% عندنا عندهم منجوكوكا المننجايت، قاعدين هاديين مستقرين في نيزو فايروس، كويس كده؟
اول ما يغيروا مكانهم يطلعوا للمننجيز او يروحوا للبريك بيعملوا سيفير فورم اوف مننجايتس وممكن يكون قطر. خلاص عرفنا مين هم الكومنسلز. وعشان كده احيانا لما اجي اتكلم ايه الفرق ايه العلاقه بين الكومنسلز والكاليرز، احيانا الكومنسلز هم دول بيبقوا الاورجانيزم اللي موجود في مكان بعتبره كفوكس للكارير ستيك زي المنجوكونجكت اللي قلت لكم حالا زيها البكتيريا وساعات كمان هنلاقي تريبتوكوكال فرنجكس. تعالى نسال سؤال تاني، ايه هي الزونوزس؟ وات ار زونوزس؟ بتبقى في البين الانيمالز. تمام، زونوزس ده مفرد ولا جمع؟ جمع. زونوزس ده مفرد، الجمع بتاعها بشيل الاي واحط الاي. زونوزيز الجمع. زو يعني انيمالز، يبقى دي امراض بتتنقل من الانيمالز للهيومن بيك. تعالوا نراجع كده باختصار. معلش معلش يا جماعه استحمل. ده سؤال في غايه الاهميه. هل حضراتكم تعتقدوا ان كل الامراض اللي موجوده في الانسان ممكن تتنقل من الحيوان تتنقل للانسان؟ طب في حاجه من الحيوان تتنقل للانسان؟ نعم. خالص من الانسان للحيوان؟ لا، من الحيوان للانسان ممكن. طب ليه؟ السبب ايه؟ حد عارف؟ ليه مش كل الامراض او غالبا الامراض بتاعت الانيمالز ما ينفعش تتنقل للهيومن؟ ايوه، في تايب اوف اميونيتي معروف اسمه سبيشيز مش سبيسيفيك ولا هيرت. سبيشيز اميونيتي، النوع او الجنس بيبقى له سبيشال بروتينز مختلفه من حيوان للمامز حتى مختلفين عن بعض. فالفكره كلها انه السبيشيز اميونيتي هي دي اللي بتحمي الانسان من ان كل امراض الحيوان تروح له. تمام؟ انا قلت كلمتين تانيين اميونيتي، قلت هيرد اميونيتي وقلت سبيسيفيك اميونيتي، ايه الفرق بينهم؟ صح، هيكسر هيمنع الناس اللي هم ما بتعرضش كده من بره. برافو عليك. الهيرد اميونيتي بسميها مناعه القطيع لو في عندي عدد كبير من الكوميونتي اخذ. والمثال بتاعنا بوليومايلايت، لو انا بدي الاورال سيفين فاكسين فالفيروس اللي اكسكريتد في الستول بتاعتهم بقى ويك فيروس، كانه بينشر في المجتمع الويك فيروس ويعمل انهبيشن للوايلد فايروس. فانا كده عن طريق القصه دي حتى لو الاكل بتاع الناس بيوتد هيدي للناس الاميونيتي بشكل غير مباشر. طب انا قلت هيرد اميونيتي، قلت حاجه ثانيه سبيسيفيك اميونيتي. السبيسيفيك اميونيتي ده هناخدها في درس طويل جدا اللي هو جزء من مناعه الهوست او الهوست ديفنس ميكانيزم. سبيسيفيك اميونيتي سبيسيفيك فور ايتش. طبعا مكتوب هنا في الكتاب maybe animal to man. حضرتك بقى كاتبه هنا في ال... لا خلينا نشوف كده من animal to man. لا مكتوبة هنا في الكتاب اهي could be transmitted to man. انت كاتب في الكتاب العكس. maybe animal to man. لا احنا بنقول كل الامراض مش كل الامراض. not all. طيب احنا جاوبنا السؤال ده. طب خلينا بسرعه بقى نتكلم على الهورمز اوف زونوزس، ان امبارح قلناها في اخر اليوم فناس كتير غالبا ما كانوش ايه خلاص يعني كان البنزين خلص. الفورمز اوف زونوزس اتفقنا ان في عندي تو فورمز، في ستريكت وفي نون ستريكت. هنا الستريكت زونوتيك معناها ايه؟ معناها نو مان تو مان ترانسميشن. نو مان تو مان ترانسميشن. امال السايكل بتمشي ازاي؟ في انيمال بيعمل انسان كويس، وبعد كده الانسان ما بيعديش حد. المثال الواضح جدا البروسيلوزيس، لان لقوا ان الستول واليورين بتاع الشخص المريض اللي عنده بروسيلوزيس الاورجانيزم موجود فيه، الاورجانيزم موجود فيه بس ما يعديش بني ادم تاني. ما يعديش، لازم ياخده تاني من الايه؟ لو حد ده بروسيلوز يبقى ياخده اصلا من من الانيمال. والكيو فيفر اللي هي مرض كده شبه الانفلونزا لايك ديزيز. حد يقول لي مثال ثالث حاجه بتتنقل من الحيوان للانسان؟
وتقف عند كده. سموها عشان الناس اللي بتحب الشكوى سموها end blind disease. end blind disease يقف عند هذا الحد. end blind. end blind يعني نهاية. زي لا الاميا بلو ممكن لغايه دلوقتي ستيل مفيش مان عن ترانسميشن. اللي هي كمان والسواين فلو لغايه دلوقتي مفيش مان تو مان ترانسميشن. برافو عليك. من الانيمال للمان وخلاص وادوم. مثال اللي عليه خناقات دايما الريبس. الريبس بنبقى كلنا عارفين يعني سحر او 99% من التكست بوكس بتتكلم على ان الريبس بيتنقل من الحيوان الشخص اللي هو بدن اللي هو العض. ولكن الشخص اللي عنده ريبس نفسه لو هو حتى ريبت يعني وصل لسين ناس لو عض حد تاني ما ده 99% من التكست بوكس بتقول كده. 1% بتقول لا ممكن. فخلينا حريصين. نعم. لا لسه ما اتنقلوش. لا هو لغايه دلوقتي بدمرك مفيش مان تو مان. لو اتقلبت العدوى من الستريكت الافيان فلو او السواين فلو هيبقى الاعداد رهيبه. يعني احنا لغايه دلوقتي الاعداد محدوده لانك لازم توجد ان كونتاكت مع انا. اوكي؟ طيب النون ستريكت زينوبيك معناها الاورجانيزم يتنقل من الانيمال للمان الى اذر مان. المثال اللي عندنا الهيرو فيفر والسالمونيلوز مش التايفويد فيفر. الاثنين دول بيتنقلوا من البني ادم من حيوان لانسان وبعد كده لانسان تاني. يبقى فجأة حدوته يعني وليها اسامي الموسكيتوز اللي بتنقل من الداء والجنجل والارض الكلام ما فيها كتير قوي. اذا الزونوزس دي امراض بتتنقل من الحيوان للانسان وعرفناها خلاص. الاكزيت اوف انفكشن الاورجانيزم بيخرج في ايه؟ يا بيخرج في ريسبيراتوري تشارج تمام؟ يا بيخرج في السلايفة زي المامس اشهر واحد فيهم. طب ممكن اللي بيخرج في السلايفة المامس و اتش اي بي الاثنين دول اشهر اثنين. والريبس بيطلع برضه في الايه؟ في الهيومن كيس. لكن قلنا 99% من الكتب بتقول ما بينقلش للاذر مانيا. نرجع تاني للايه؟ للرسمة دي اللي احنا بدأنا بيها. احنا خلصنا فيها ايه؟ امبارح وراجعنا النهارده ايه؟ خلصنا الجزء بتاع الريزرفوار كله واتكلمنا باختصار عن الاكزيت، صح كده؟ لان الاكزيت ممكن يبقى غلط مش عارف كلام كتير. فانت المهم فكره النهارده غالبا هنتكلم على ايه؟ المود اوف ترانسميشن. على المود اوف ترانسميشن. يبقى احنا ماشيين صح في التشين ولا لا؟ احنا اتكلمنا على الريزرفوار اتكلمنا على الاكزيت يبقى الدور دلوقتي على الترانسميشن. باختصار شديد المود اوف ترانسميشن هو عندكم في كتاب مختصر قوي ويعني تو ذا بوينت فيكفي. المود اوف ترانسميشن بيقول الطريقه اللي بيتنقل فيها الاورجانيزم من الهوست او الشخص المريض لانذر هوست اللي هو الفيكتيم الجديد. عندي ست انواع او ست مودز اوف ترانسميشن. اربعه منهم اساسيين يعني وكتير جدا وفي اثنين منهم اخر اثنين بسموه فوكيشنال. مين الاربعه الاساسيين؟ ما نتنفس دروب، ما ناكل فوتبول، كونتاكت انفكشن كل حاجه بتقدر تعمل انفيجن لجلدنا او الميوكس مبرينز بتاعتنا، ارتر فوتبول طبيعي الحشرات. اذا انا عندي الاربعه دول البيزك مود اوف ترانسميشن. امال ايه لوكيشنال؟ لوكيشنال اثنين اخر اثنين انجكشن انفكشن وفيرتيكال ترانسميشن. دول بسميهم لوكيشنال. اوكي؟ كان عندي 6 مود اوف ترانسميشن، اربعه اساسي واثنين افتراضي. في ده سؤال لحضراتكم، انتوا تعتقدوا ان كل الامراض تتنقل بطريقه واحده بس؟ ولا ممكن تتنقل باكتر من طريقه؟ اكتر من طريقه. ده سؤال مهم لان المرض اللي بيتنقل باكتر من طريقه بيبقى اكتر يعني قدره على الانتشار ولا اللي بيتنقل بطريقه واحده؟ المرض اللي بيتنشر بيتنقل باكتر من طريقه لا قادر على الانتشار اكتر من الثاني. الحاجه الثانيه لو انا بعمل
كنترول او بريفنشن بروجرام. هل اركز على كسر التشين؟ فاكرين امبارح ما كنا بنكسر التشين اوف انفكشن؟ اكسرها فين بالظبط؟ في انهي مود اوف ترانسميشن اشتغل عليه؟ لو اشتغلت على واحد ونسيت التاني يبقى انا كده ما عملتش حاجه، يبقى انا يعني ما اضمنش نتائج كويسه خالص. فاذا انا معرفتي ان في بعض الامراض بتتنقل بطريقه واحده، في بعض الامراض بتتنقل باثنين وساعات بثلاثه وساعات باربعه. دي بقى فيفرت اورال كويشن، لان هو كلام زي تجميع. الحاجات اللي بتتنقل سنجل مود اوف ترانسميشن، لو مسكنا كده التقسيمه الريسبيراتوري دروبلت، يعني هنلاقي ان المننجايتس دي النجم، ده ستار، ده اول واحد تقوله بيتنقل ريسبيراتوري بس. تمام. طب ايه كمان؟ ايه اللي بيتنقل عن طريق الطعام؟ ولو مود واحد ترانسميشن. حد يقول لي كده مثال؟ البطاطس ايه؟ البطاطس ايه؟ البطاطس ايه؟ اما بنحطها مع البطاطس يبقى هو خليه مع البطاطس، البطاطس نحطها مع بعض. بس البطاطس ايه بس هو اللي بيجي بالفود بس؟ ايه كمان حاجة أوضح؟ البوليو بيتنقل بطريقتين. الانجيشن انفكشن بطريقة واحدة. الإيكولاي. الدايفويد تمام، ايه كمان؟ الإيكولاي والسلمونيلا. في حاجة أشهر. الكوليرا أشهر، ايه كمان؟ السلمونيلا. حط بقى كل الدايريال ديزيز اللي انت تقدر عليها. الدايريال ديزيز كل المسببات الدايريال بتتنقل عن طريق الفود بورد وفقط. تمام؟ يبقى دي تجميعه ظريفه جدا، قالت لك الكوليرا والهستيريكا والدايريال ديزيز. حط بقى فايرال زي ما انت. طيب اللي بيتنقل من الارتر وود انفكشن برضه بسنجل مود ترانسميشن يلو فيفر واللابسنج فيفر. حط كمان الملاريا، الملاريا ما بتتنقلش الا بعضه بالبايت ده مسكيت. يعني ايه مسكيت؟ طب يعني ايه فلي؟ فلي يعني؟ بغيت. طب تخيلوا دي زمايلكم في الاورال اكزام ما بقوش عارفين الفرق بين الاثنين. يعني ايه الحاجات الصغيره دي تكونوا عارفينها؟ والله سيتولوجي. معلش بس هما بيتكلموا الماني، ما عندهمش ثقافتهم الماني بس. طيب كمان اخر حاجه الكونتاكت انفكشن اللي بيتنقل عن طريق الكونتاكت بس، مثال الشهير بتاعه التيتنس والجاز. الكوليستيريديوم. تمام؟ طيب الحاجات اللي عملت مود الترانزميشن ده فيفورت اورال اكزام كويشن. حاجات بتتنقل بطريقتين وحاجات بثلاثه وحاجات باربعه، ايه ده؟ ده كلام كبير قوي. ريسبيراتوري وانزيشن، مثال انا بتاع حاله بيتنقل عن طريق الدروبلت وعن طريق الفود. يبقى مين؟ التي بي ممكن، والبولي صح كده؟ طيب ده بقى الثلاثي بقى، انجستشن وانهاليشن وكونتاكت، كل دول الحاجتين دول البروسيلوزز والاتراكس، والاثنين دول زونوزز. الاثنين دول تمام. في حاجه بقى اكتر من ذلك بطريقتين، الكونتاكت والانجستشن، حاجه عن طريق الجلد وحاجه عن طريق الاكل. يبقى بيتنقل بالطريقتين دول. مين بقى هذا الرجل؟ من هذا السيد؟ الفايرال هيباتايتس لو اطلقتها، لو قلت فايرال هيباتايتس لانك انت هتفكها الايه هتتنقل بكذا وبي كذا والسي كذا والدي كذا. خلاص؟ يبقى الكونتاكت وانجيشن الفايرال هيباتايتس على بعض، تشكيل على بعض. اوكي؟ تعالوا نشوف كلام شويه عن جروبلت انفكشن. والحمد لله اول واحد بدا بجروبلت انفكشن محمد صح؟ بدا بالعطس. العطس ادي عندنا الجروبلت انفكشن. انا بحطه في الاول لانه موست كومن، لان احنا بنتنفس اكتر من ناكل، بنتنفس اكتر من الاكل. ايه هي الجروبلت؟ هي عباره عن ماينيو نيوتريشنز اللي بتبقى متبقيه بعد ما الواحد يعني يجوح او يعطس، لان اصلا الريزيدوز دي المفروض ان هي بواقي سلايف على شويه ميوكس سكريشن، فدول بيطلعوا في الكحه او بيطلعوا لما الواحد يزعق او كده. الريزيدوز اللي بتطلع دي او الماينيوت ريزيدوز دي هي دي بسميها دروبلتس. دروبلتس يعني تصغير دروبس، يعني تصغير شجره. طيب كتكوت، كتكوت يبقى تصغيرها ايه؟ ملاش تصغير، هو اصلا هو ما احنا بنقول دروبس
هتلاقيها دروبت 38 بقى خالص. الدروبلت انفكشن ليها تأثير. كان بيجي سؤال كده بيقول ايه؟ discuss modes of transmission of droplet infection. ايه ده الكلام؟ هو الكلام. مود اوف ترانسميشن اللي الستة ستة اللي قلناهم دول جنرال. هو بقى الدروبلت لهم طريقة. في عندي الأربع طرق دول هما الدروبلت انفكشن بيتنقلوا عن طريق. أولاً في دايركت دروبلت. ما دام في دايركت يبقى في الدايركت. تمام؟ هنشرحهم دلوقتي. في حاجة اسمها اير بورن. وفي ملك. ملك أقرب واحدة بتقول. ما تنساش كده وانت بتبص ايوه ملك بين الدروبلت انفكشن اكيد في الموضوع سر. انا اعرف ان الملك يعني الانجكشن لكن هنا في سر هقول لكم عليه حالا. تعالوا نشوف الدايركت دروبلت ده معناه ايه. انهاليشن اوف دروبلتس وير ذا هوست اللي بيعطس او بيكح او بيتكلم بصوت عالي بيبقى بيطلع الدروبلتس دي قريب قوي من الشخص اللي هيبقى البكتب الجديد. والرينج ده ممكن يكون فيو يعني نص متر 50 سم حاجه زي كده. والشخص ده بيسبريد الانفكشن في الاوضه او في المكان اللي الناس موجوده فيه ثم يلتقطها على طول مباشره من الناس المخالطين او الموجودين معاه. دايركت دروبلت انفكشن دي ناجحه جدا في حالات الانفلونزا والجاردس والميزلز. هي دي الحاجات دي. ولكن في جملة ده مسألها في الشفوي. ايه المود اوف ترانسميشن اوف برينجايتس؟ انا عايز اسمع اجابة معينة. عايز اسمعك بتقول نقل دايركت دروبلت انفكشن اونلي بس. ليه؟ احنا لسه من شوية كنا بنقول جيركو كايدو الكومنسنس. والكومنسنس دول ضعاف يعني هما مش بيريدا ده هما النعامة. بيتحولوا بس اقوياء لو راحوا لمكان تاني او المناعه نزلت. وبالتالي فبقول الميننجوكوكال مننجايتي لو خرجت من الشخص المريض او الكارير وما لقتش وسط بتموت. وعشان كده بنعتمد كله مبني على بعض بعتمد في البريفنشن اوف ميننجوكوكال مننجايتس نمره واحد في السانيتيشن والاريشن اوف بليسز وما تعملوش كراودنج بليسز وهكذا. عرفت انا كده ان المننجايتس ده كومنسال ده ضعيف ده لازم يتنقل بشكل مباشر لو ما لقاش الوسط هيموت. طب هون اماكن عشان يلحق يموت. تمام؟ فالسيكونس ده في دماغنا فهمناه من ان فعلا المننجايتس دي ضعيفه لان هي كومنسال. طيب الدايركت معناها ايه بقى؟ الدايركت معناها انه source of infection اللي هو بيعكس او بيكح مش موجود في نفس المكان اللي فيه new host اللي هو الفيكتيم ولكن في واسطه في ناقل في حاجه بتوصل الدروبلت بتاعت الانفكتد بيرسون او الديزيز الى new victim. قالوا الاندايركت تولز دي حاجه من اثنين يا ارتكلز يا فومارز. الفرق بين الاثنين ايه؟ الارتكلز كل ما هو يعني معدني يعني معالق كوبايات الاطباق الترمومترات دي كلها بسميها ارتكلز. والساونز يعني الفوط والفومايت اللي هي مفروشات يعني المخدع اللي هي الغطا اللحاف او الكوبرتا دي ممكن تنقل او ممكن تنقل لان هو بيغطي نفسه بيحط مناخيره فيها فارس. فاذا انا عندي هنا الدايركت دروبلت انفكشن معناه ان في واسطه بين السورس او الريزرفوار وبين الهوست اللي هو النيو فيكتيم. طلعت الواسطه دي يا اما كونتامينيتد ارتكلز او فومايتس او تاوز حتى الهاند كيرشز كل دي بعتبرها اندايركت دروبلت انفكشن. هنا احنا بنقول للناس في الكاف اتيكيت بيقول للناس ايه؟ يعني الناس عشان تكح مش ياكل. تكح في ايدك صح؟ نيفر ما تكحش في ايدك ابدا. يا اما تكح في كم كده او في منديل. تمام؟ لكن لما يكح في ايده فعلا هو بيسلم على الناس. النوع الثالث من
الدروبلت انفكشن بيتنقل ازاي بحاجه اسمها اير بورن انفكشن. والاير بورن انفكشن له حدوته. الحدوته البسيطه بتقول ايه؟ بتقول يا جماعه الواحد لما بيعطس او بيكح يا الكحه دي او الدروبلت دي بتروح لجنبي الانسان اللي جنبي على طول بقى دايت. الكحه دي بتروح في منديل او كوبايه بقت ايه؟ الدايت. احيانا الدروبلت دي تظل معلقه في الهواء وتفقد كثيرا من الماء وكده بتبقى فيري تايني وقاعده كده متعلقه. اول بس ما المكان بيتملى يعني احنا دلوقتي مثال ناس كتير عطست ناس كتير جحت الدروبلت نيوكليوي دي اللي هي عباره عن التايني بارتكلز من الدروبلت اللي فقدت الميه بتاعتها وفضلت معلقه في الهواء وفقدت الماء. اول مجروب تاني يدخل اول مجموعه تانية تدخل تتحرك بقى وبتاع يبدا يبقى جد الفكر. في اللقطه دي الدروبلت نيوكليوي دي ممكن تفضل معديه لمده 4-5 ساعات. وعشان كده دايما بيقولوا بعد اي اكتيفيتي بعد اي محاضره بعد اي تجمع في ناس هوي المكان افتح تيار يعني اللي هو الكروسنج من شباك لشباك. التهويه هي اللي هتطير دروبلت نيوكليوي. لكن لو مفيش تهويه مكان كراودد دول هيفضلوا مصدر مهم جدا للعمل. دول اسمهم دروبلت نيوكليوي اللي هي تايني دروبلتس اللي هي ايفابوريتد منها الميه. طب امال النوع الثاني ايه بقى؟ الدروبلت دول بنبقى بنقول ان هم بيوصلوا حجمهم ل 5 مايكروميترز اور ليس. عشان كده بقول عليهم ايه؟ فيري سمول نيوكليار. المثال بتاعها الانفجار. الحل بتاعها اول مكان هواء تهوية عشان يطير التايني بارتكل. طيب التاني بقى اللي هو الدست. الميزلز اتنين بكده. خلينا نشوف الدست. الدست ده نوع من الاير بورن. اذا الدست عين الاير بورن اكيد الموضوع فيه سر فيه حدوته. باختصار شديد جدا في لارج اكسجريتا بتطلع من الريسبيراتوري تراكت اللي هي السبيوتم. السبيوتم بيبقى تقيل صح كده المفروض نورمال. الناس لما تعمل عندها سبيوتم بتعمل سبريمنج في منديل او في مكان في مكان مستند. لكن العاده السيئه ان الناس بتعمل سبريمنج في الارض او طبعا زي ما قلت لكم امبارح بتدوس عليها كويس عشان ايه تموت الاورجانيزم. اللي بيحصل انه الضغط بيبقى هو ده المكان اللي بتعيش فيه الاورجانيزمات دي اللي هي نازله مع البلغم مع السبيوتم وتفضل كامنه مطمئنه. طب ما لازم حاجه تحصل عشان الضغط ده يوصل لمناخير الناس. عامل ده بيجي يمسح مثلا يكنس مثلا الارضيه بيقوم فتح الكنس والتنفيض واللي راح يشيل كاربت عشان رفضه بيطير الضغط ده. فيتم فعلا الطريقه دي ممكن اي واحد كود انهيل ذيس ضغط اللي هو مليان اورجانيزم. المثال اللي بيحصل فيه القصه دي بيحكينا احنا الحدوته دي كلها التشيب كلوزز من اشهرهم واللي استفيلوا كوكاي نيو كوكاي اند كيو فيفا. فاضل عندنا الفرق ايه الفرق بين اركيز مايت نفكركم اركيز اللي هي الاركيز غير المايت. الاركيز كل ما هو معدني زي او بلاستيك زي كوبايات معالق طباق ترمومترات دي كلها بنسميها ايه اركيز. المايت كل ما هو قماش زي كاس المخدات والاغطيه وكلام زي كده. نيجي بقى للملك. اللبن ينقل ده منشفت كبير. اللبن ينقل عدوى الجهاز التنفسي. ثلاث علامات استعجاب استغراب لو واحد وتحت نقطه كده. طبعا انت لازم تستغرب لو ما استغربتش تبقى لا مش واخد بالك. اللبن بيبقى وهو اثناء الانجكشن بتاعه واحد بيشرب اللبن نتيجه خاصيه
معينه في اللبن ان هو فيه هاي ليفل كونتنت. اللبن فيه هاي ليفل كونتنت فيه فات. فبيعمل حاجه اسمها سيرفيس لاير او تين لاير من الايه؟ من الميلك ده. لو اللبن ده فيه اورجانيزم المكان الفيفوريت بتاعها النيزوفاركس هترشق. هترشق هتلاقي وقت. هتلاقي 20 30 ثانية ترشق. ولذلك الملك بينقل حاجتين من البروبلت انفكشنز بيتميزوا ان هم اصلا الاورجانيزم الفيفوريت بليس بتاعه النيزوفاركس. مين بقى اللي بيحبوا النيزوفاركس ويعيشوا فيه دايما؟ الدفتيريا. هم حاجتين مشهورين قوي. حاجة منتشرة خالص وحاجة بتقل خالص. السريبتوكوكوزيس والدي المنتشرة والقليلة اللي هي ديفتيريا، صح كده؟ يبقى إذا اللبن لما بقى كونتامينيتد بالريسبيراتوري أورجانيزمز ممكن ينقل عن طريق الثين لاير فورميشن ده بروموتس انفيجن أوف أبر ريسبيراتوري ميكوزا. قلنا الإكزامبل ستريبتوكوكال انفيكشن وديفتيريا. نعم. لا بس النيزو سؤال مهم قوي مريم بتقوله، بس هو كده برضه ما دخلش دروس. بيعتبر النيزو فاركس ده الممر المشترك للمائي والهوائي، فبيحسبوه على الريسبيراتور انه بيعمل تونسلايتس. تونسلايتس يعتبر ايه؟ بيحطوها مع الابر ريسبيراتور. احنا كده خلصنا البروبلت انفكشن. حد يقول لي احنا البروبلت انفكشن بتتنقل بكام طريقه؟ حد فاكر؟ يقول لي الرقم بس. طيب أربعة. حد يفسسهم لي بقى. في واحد اسمه دايركت وابن عمه اندايركت، وفي واحد غريب جدا قلنا حكايته ايربورن والميلك، وواحد غريب جدا فهمنا قصته اللي هو الميلك. خلاص كده يبقى احنا حفظنا الاربع عبارات، كل واحد بالاكزامبل بتاعه، كل واحد بالاكزامبل عشان تبقى الامتحان على طول جاهز على الرد على طول. ندخل على النوع الثاني من الموتو ترانسميشن اللي هو فود بورن، الامراض المنقوله عن طريق الطعام والشرب. لا اسم تاني انجيرشن، انجيرشن انفكشن. تعالوا نبص عليهم كده. نعم كاتب في العنوان فوق دروبلت انفكشن وبيوت حسين ايربورد انفكشن. ينفع يعني لو جه قال لي اتكلم عن الايربورد انفكشن اتكلم عن عنهم كلهم ولا عن في ريسبيراتوري هو الاصح، ريسبيراتوري هو الاهم، الايربورد جزء من ريسبيراتوري. بالك كويس ملاحظتها بدقيقة. أشكر كل إنسان بيلاحظ وبيجاوب ويقول لنا على أسئلة وبيسأل في دقائق المعلومات. ثانك يو سو ماتش. إحنا قلنا الفود بورن بقى ديزيزز أهو. في الفود بورن انفكشنز الانفكشنز ايجنتس أكيد هيبقوا موجودين فين؟ في الطعام أو المية أو الشراب، يتحطوا الاثنين مع بعض. تمام؟ هنا بنقول إزاي الأكل يبقى. هم عندي كذا طريقه لازم تكونوا عارفين هم سهلين قوي. في دايركت في كو اورال. دايركت في كو اورال. ايه ده؟ دايركت في كو اورال يعني ايه؟ على واحد ما غسلش ايده بعد الحمام وعمل لي سندوتش وتقول اختصار freshly contaminated hands and fingers. تمام؟ الواحد بيمسك بيه من الاكل او بياكل بيه مباشره، ده بسميه هاند تو ماوث، هاند تو ماوث. احيانا ما بيبقاش دايركت كده، انت محتاج فيهيكل ترانسميشن. ايه الفيهيكل؟ كلمه فيهيكل غير فيكتور. الفيهيكل اللي هي حاجه ان انيميت، حاجه مش حيه. زي ايه مثلا؟ لو انا حطيت على الاكل بتاعي اللي هو ساوند وسليم وزي الفل ميه ملوثه، فانا كده عملت ايه؟ عملت كونتامينيشن للاكل بتاعي بحاجه ملوثه اللي هي الميه. تمام؟ طب امال لو وقفت عليه دبانه بقى فيكتور. اشهر حاجه بتنقل الامراض الفود بورن اللي هي حتى من شهرتها مسمينها ماسكه دوميستيكا. دوميستيكا يعني حاجه كده ايه الناس متعوده عليها. تمام؟ بينقل التايفويد والجاسترويترايتس. في سورس ثالث فرصه رابع او طريقه رابعه لنقل العدوى هيومن فيرتلايزر. حضراتكم عارفين دلوقتي ان الهيومن فيرتلايزر دي الفكره الاساسيه في الاورجانيك برودكتس.
المنتجات الفاكهه والخضار الاورجانيك اساسا بيقول لك احنا ما بنستخدمش كيمياء، ما بنستخدمش كيميكلز، ما بنستخدمش حاجه فيها يعني حاجات بتقوي الزرع بيكون فيها كيمياء، فبيستخدموا الهيومن اكسكريده القديمه او الالمان تبقى فيرتلايزرز كويسه. ولكن لكل شيء طريقه في الصناعه، والا تبقى مؤذيه، بدل ما تفيد هتبقى مؤذيه. اللي بيحصل هنا انه بدل الهيومن فيرتلايزر تول بدل ما يتم يعني اجراء الاستبس السليمه عشان يبقوا سترايل، الحقيقه يستعجلوا. يعني المفروض بيجمعوا الهيومن او الالمان اكسكريتا في مكان معين وبيغطوه بالتراب لفتره طويله توصل لشهر. لما بيتغطى بالتراب لفتره توصل لشهر يبدا الاورجانيزمز اللي جوه الاكسكريتا دي نفسها تتكاثر. نتيجه هذا التكاثر بترتفع درجه الحراره جدا جوه المكان ده اللي هو البنج اللي بتغطي. الحراره دي بتموت المايكرو. كل ما يسيبوه فترة أطول يعني شهر شهر وأسبوع كمان بيضمنوا إنه بقى سترلايز، وبيعملوا عليه اختبارات ويطمنوا إن هو بقى سترايل خلاص، فيبدأوا ياخدوه ويعملوا بيه عملية التسميد. الناس اللي بتستعجل ياخدوه بعد أسبوعين وقلب، والناس اللي ما بتعملش تيست أو إكزامينيشن اللي هو نظيف ولا مش نظيف، سيوتابل ولا لأ، هم دول اللي بيسيبوه يعملوا لنا المشاكل. أو الفلاحين بقى العاديين بقى اللي هم بيدوروا في حاجه من غير ما يكون عندهم ساينتفك بيز، ممكن يكونوا اشهر حاجات بتتنقل عن طريق الهيومن فيرتلايزرز زي فايت اند ستاينر فيزر. وعرفتم دلوقتي ليه؟ عرفتم ليه مش هقول بقى خلاص. النهارده في الفرقه الهيومن فيرتلايزرز دول اصلا هيومن اكسبريت. الاحسن منهم الانيمال جنج، الانيمال جنج اللي هو الانيمالز احسن، بيبقى كفيرتلايزر احسن من هيومن كمان. خلينا نفكر شويه في السؤال ده. هل هناك فرق بين كلمه انفكتد وكونتامينيتد فود ولا مفيش فرق؟ في الاول كده. ها الاجابه ايه؟ هل انفكتد فود هو كونتامينيتد فود؟ لا طبعا انا معاك. طب ايه الفرق؟ كل انفكتد كونتامينيتد وليس كل الكونتامينيتد يبقى انفكتد. في حاجه كمان اقوى من الديفينيشن بتاع المكعب ده. ها حد عايز يقول حاجه؟ ها قول يا حبيبي اتفضل. برافو عليك، اذنك ايه؟ علياء؟ اسمع علياء ده نادر انه بتقول قوي بس اسم جميل. بصي يا علياء يا بنتي لقد اصبت كبد الحقيقه. حد فاهم اي حاجه؟ هي قالت ان الكونتامينيتد فود ده اصلا كان ساوند فود، كان اكل هيلثي سليم ما فيهوش حاجه، وحد نقل له الانفكشن وبالتالي او الاورجانيزم فبالتالي بقى كونتامينيتد. اما الانفكتد فهو نفسه يحتوي على الاورجانيزم. والمثال المباشر على ذلك الحاجات اللي بتتنقل عن طريق الزنوز، اللحوم بتاعه الكاتل والشيب بتنقل سالمونيلوز، بتنقل بروسيلوز، اللحوم نفسها. ففي الحاله دي بسميها انفكتد، الاكل انفكتد. حاجات البارازايت زي مثلا عارفين في بعض البارازايت بتتنقل عن طريق بيبقى في سيست جوه اللحوم، زي ايه بقى؟ حد يفكرني. سيست سيربوزس بوبس وسيست سيربوزس. مين الاخطر؟ البقر والبيت والكلام. الخلاصه ان الناس يعني اللحوم نفسها بتاعت الانيمال بيبقى جواها الانفكتيف ستيج او الانفكشن تمام. اما الكونتامينيتد فبيبقى نظيف بس الواحد اي سبب من اسباب توصل له الكونتامينيشن. طيب في حاجه اسمها اوتو انفكشن. لو الاوتو انفكشن دي ترجمناها في حاجه من اللي قلناها في تنفع تبقى هاند تو ماوث، تنفع فيك اورال، تنفع. في اللحظه دي الشخص بيعدي نفسه، يعني بيحصل عادة. طيب اي حاجه في الدنيا ينفع تحصل اوتو انفكشن؟ ده سؤال للاورال. اورال كده على جنب.
مش اي بارازيتك انفستيشن ولا اي بروتوزوم ممكن يتنقل اوتو انفكشن. ليه؟ كلمة السر سقفوا المريم يا جماعة لقد اصابت كامل الحقيقة. مريم قالت لي قلت يا مريم مش دايما الانفكتيف ستيج هي الاستو، هي دايما فيك ستيج ممكن يبقى محتاج وقت. علشان المثال بتاعنا مثال الاسكان الاكس اللي موجوده في الستولز ما فيش فايده للفيكتيف ستيج، عايزه لها اسبوعين في السويل على ما ترجع. اوكي سكند او ثيرد مونت في بقى كلينيكال امبليكيشنز وفود انفكشن تاخدوها بقى في حته ثانيه عشان ما اطولش عليكم. انثروبوت بورن انفكشنز دي اللي بتنقلها الحشرات، والحشرات والانسكت في عند منهم نوعين، في حاجه اسمها انسكت وحاجه اسمها اراكنيدا. الانسكت اللي هي سداسيه الارجل، الاراكنيدا ثمانيه الارجل. تمام؟ دول اثنين نوعين منهم انواع بتنقل امراض للانسان. دور الارثروبود يا اما يكون جاست ميكانيكال ترانسميشن، ياخد من ده ويحط في ده زي الهاوس فلاي. تمام؟ والرول الثاني بسميه بيولوجيكال ترانسميشن. الارثروبود له دور في نقل العدوى، يعني الارثروبود نفسه بيشتغل تعب ريزرفوار وتعب، هو نفسه اللي بيحصل في الديفلوبمنت اوف ذا بيبي. البيولوجيكال ترانسميشن ده بنقسمه بيعمل طبعا اكتر حاجات بتعمل بيبقى فيها بيولوجيكال ترانسميشن بلاد سكينج زي الموسكيتوز والفليز. مين هم الفليز؟ الفليز هم مين؟ براغيث اند لايس. مين هم اللايس؟ اللايس تجمع ولا مفرد؟ مفردها؟ برافو عليك يا شطار. صحيح. الادوار البيولوجيكال هم دورين مش موجودين في الكتاب بس اعرفوا الاسم. في حاجه اسمها سايكل ديفلوبمنتال وده عمه اسمه سايكل بروباجيت. تمام؟ عندي نوعين من البيولوجيكال ترانسميشن، سايكل ديفلوبمنتال وسايكل بروباجيت. سايكل ديفلوبمنتال معناها باختصار للشفوي لو الانسكت بياخد الاورجانيزم من الشخص اللي هو الريزرفوار او المصدر، وبعدين الاورجانيزم ده داخل الانسكت بيتطور ويتحول من فيز الى انذر فيز لغايه ما يوصل لدور معدي للهوست مره ثانيه. وانا بعمل ده بفكركم باللايف سايكل بتاعت الموسكيتو بالذات. الموسكيتو هي بتاخد بلاد ميل من هيومن بينج، من انسان عنده ملاريا بيبقى فيها الميل والفيميل جميز، بتخش جوه الاستومك وتتحول للاوسيست وتتحول وتنطلق لغايه ما توصل للسبروزويت وتروح على السليفري جلاند. في اللقطه دي قام الموسكيتو بدور حيوي، انتقل فيه الاورجانيزم ده من فيز الى انذر فيز، صح كده؟ نما وتطور لغايه ما وصل للفيكت ستيج. تمام؟ امال ايه سايكل بروباجيتيف؟ برافو عليك، اسمك ايه؟ مروه؟ لقد اصابت مروه كانت بتسحب سقف المروه، سقفوا لها عشان تسحبها. مروه قالت السايكل بروباجيتيف معناه ان الاورجانيزم بس بينقسم او يتكاثر عدديا. تمام؟ اقول لكم حكايه على سايكل بروباجيتيف. في واحد عايش في اندونيسيا، اندونيسيا بيقول احنا كل ما نشوف الفيران ميتة في الشوارع نقول ده الارم علشان يحصل an epidemic of plague. هو طبعا تعمل بيك في ساوث في شرق جنوب شرق اسيا من هنا. هو ليه بيعرف كده؟ ليه اللي خلاهم كمواطنين في هذا المكان اللي فيه اندمج احفظوا الكلمه دي جديد؟ اكد لما بلاقي فيران ميته في الشوارع نعرف ان هيبقى في ابيديميك اوف بليج بين البشر. ليه؟ علشان صح، برافو عليك، لقد اصابت. خلاص انتوا عارفين البيت.
لانه بمنتهى البساطه الاورجانيزم اللي هو البلايك سايكوريسيس لاسترلا بيسس او بيسموها يارسينيا. اليارسينيا دي عملت ايه؟ هي اولا البلايك ده هو الهوست الرئيسي بتاع الاورجانيزم، تمام؟ بيعيش دم، بيعيش الدم بتاعه، وبيبقى لما التكس او سوري الفلي بتاخد منه شويه دم المفروض ان هي توديه فين؟ تنقل انذر هوست. الطبيعي ان القصه دي بتمشي بين الفيران، لما الفيران تموت بسبب البليك، يعني البليك بيموت الفيران، البليك بيموت الفيران، تبدا البليز تفكر في السكندري هوست اللي هو مين؟ اللي هو الهيومن بين، وبالتالي يحصل هجره او اتاك جامده جدا للبني ادمين، لان البرايمر هوست مات والناس دي لازم تعيش، لازم البليز هتعيش تروح على السكندري هوست. ده يقول لك ازاي فعلا ممكن الناس تلاقي ساينز او يبقى في نوع من المعرفه بحدوث الارم للاوت بريك او للابيدامي. مش اعتقد اليازين دي استخدموها في الحرب العالميه اعتقد. كانوا بيرشوها بالطيارات من فوق. طبعا لان البليك ده موت ناس وبقوا يعني وقالها جيوش يعني اشتهوا. طيب ده الجزء بتاع سايكوبروجيتيف. طيب خلينا نبص على اخر دور. اتفضل. سايكوبروجيتيف معناها انك انت عدد الاورجانيزم بيزيد فقط، مالتيبليكيشن بس. خدنا المعنى اللي حضرتك بتقوليه ده اسمه بروباجيتيف، لكن سايكل بروباجيتيف غير ديفلوبمنت بروباجيشن. لا ما هو ممكن تشيل سايكل ودي ممكن ده يكون الترم القديم، لكن هو البروباجيتيف يعني بروباجيتيف يعني بيكتر، سايكل يعني بيديفلوب، وكده بيحصل الاثنين في سايكل بروباجيتيف. طيب سايكل ديفلوبمنتال وسايكل بروباجيتيف. سايكل ديفلوبمنتال بيديفلوب بس. تمام. سايكل بروباجيتيف بيديفلوب وبيكتر. الاثنين؟ بروباجيتيف. والثالثة؟ بروباجيتيف. طب قول لي مثال لسايكل بروباجيتيف. الليشمانيزس. الليشمانيا. خلاص يبقى احنا سايكل بروباجيتيف هنحط فيه الليشمانيا، بروباجيتيف بس هنحط فيه البليك، تمام؟ صلاح. ثانك يو سو ماتش. اسمك ايه؟ محمد. شكرا يا محمد، اشكرك على الانتباه، لقد اصبت هذه المرة يعني قمة الحقيقة. طب احنا نرجع للانسكت خلينا نخلص منهم. فيكتور ريزرفوار، دي حاجة طبعا انتوا خدتوها قبل كده في البارة. في حاجة اسمها ترانس اوفيريان انفكشن، الاورجانيزم يفضل في الاوفر بتاعت الموسكيتو زي الفيكس ارتي، وده بيعمل حاجة مشهورة في الرسم. او في الفيكتور ريزرفوار الفيكتور نفسه بيفضل انفكتور لفترة طويلة جدا، وعشان كده بقول عليه كأنه شغال ريزرفوار، تمام؟ يبقى في ترانس اوفيريان او فيكتور ريزرفوار، خلاص كده؟ سهلة دي الحاجات كلها. الكونتاكت انفكشن هنا شايفين كلمة باللون الأصفر، أنا حاطها لي باللون الأصفر. دي كلمة السر في الكونتاكت انفكشن، لأن مش حد يسلم على حد بأسماء كونتاكت. بس ماش يعني كده. يحصل إمتى أو أسميه كونتاكت انفكشن؟ لو الباثوجينيك انفكشن إيجنت عملوا انفيجن أوف إبيثيليال تيشو. إبيثيليال تيشو ده يا إما مغطينا يبقى سكن، يا إما مبطلنا يبقى إيه؟ إبيثيليال. تمام؟ يبقى الكونتاكت انفكشن ده عباره عن انفيجن للابيثيليال تيشو. الابيثيليال تيشو اللي مغطينا سكن، واللي مبطلنا الابيثيليال تيشو اللي مبطل الرابر الاستراتي تراك والفم كله، تمام؟ والكونجنكتايفا كله. في عندي نوعين من الكونتاكت انفكشن، انفكشن مفتري. مين المفتري؟ اللي بيقدر على الاندمج سكن. سكن انتكت لكن هو قادر ان هو يعمل بيرسنج او يقدر يختلفه، زي انفكتد سكن ديزيزز وزي الايربشن بتاع الباريسيلا زوستر والهربس سامبلكس والبري. الثلاثه دول انفكتد ايربشن. طيب ايه كمان عندنا؟ الانفكتد كونجكتيفايتس برضه الاورجانيزم بيبقى قادر على ان هو يعمل انفيجن للانفكت كونجكتيف، يبقى هذا الاورجانيزم قوي وفيريولنت. في اورجانيزم اضعف شويه، عشان كده محتاج بريك، محتاج فتحه صغيره يدخل منها، بسميه انفكشنز اوف انجرد سيرفس. طبعا الريبس والسكشن ترانسميتد ديزيزز والانجكشن انفكشن، يعني انت مش هيقدر يخش الانفكشن في الجلد
الا اذا كان في ابره او حقنه هي اللي بتخرج الجلد ده. السركاريا لما بتيجي تخترق جسم الانسان وهو بيعوم في الماء ده بسميه كونتاكت ولا مش ولا لا؟ ده كونتاكت ولا مش كونتاكت؟ اللقطه دي بسميه كونتاكت بارازايت هيجري. طيب هو ده مفتري ولا مش مفتري؟ مفتري ليه؟ لانه بيمارس الاندمج سكين بيحفرز كمان شويه لايسانس كده تسهل له الدخول. سؤال تاني برضو كده شفوي، what are the contact parasites؟ مين هم الكونتاكت بارازايتس اللي تعرفهم؟ شخصيا اعرف اثنين، قلنا واحد منهم دلوقتي اللي هو بالهراسي او السركاري. مين قال انكليستوما؟ برافو عليك، اسمك ايه؟ برافو عليك يا محمد الله، لقد اثرت تمام؟ قصه السركاريا عندنا عارفينها، لكن ناس كتير جدا ما عرفوش فكره الانكليستوما وناسيينها. الانكليستوما دي عباره عن كونتاكت بارازايت بيعمل بيرسنج للانتاكت سكين، والشخص قاعد في مكان تحت شجره الكلام ده انتوا عارفينه. شيد سبيسز الاماكن الترابط. خلينا نشوف الكونتاكت زونوزز ريبس وديرماتوفايتوز وبروسيدروز، دي كلام كتير عليكم. تدرس كاس جانجرين دول قلنا هنتكلم على ايه دلوقتي؟ شايفين شوية بكتيريا على شوية فطريات على شوية بكتيريا على شوية فطريات صح؟ ايه ابو طرطور ده؟ اكيد كبير العيلة. كبير العيلة، حد يقول لي رأيك. مين ابو طرطور ده اللي هو عنده كده سيرنجة؟ سيرنجة والله سيرنجة. طيب انا توقعت ان هتكلم عن ايه؟ انجكشن انفكشن تمام؟ الطرطور ده في الحقيقه سرنج. طيب تعالوا نشوف الانجكشن انفكشن بيتنقل ازاي. بنقول ان لو انا استخدمت بلاد كونتامينيتد سيرنجز ده تيبيكال انجكشن انفكشن تمام. الحاجه الثانيه لو انا عملت بلاد ترانسفيوجن وداوت سيفت بريكوشنز ده انجكشن انفكشن. انا بدخل الاورجانيزم جوه الجسم عن طريق unsafe blood ده بحطه في الانجكشن انفكشن. examples بقى هيباتيتس وسيفلس وايدز وملاريا والبيوجينيك انفكشن بحطها برضه في المكان ده. نتكلم طبعا دلوقتي عن الكم العظيمه دي. اخر حاجه اتكلم عليها في المود اوف ترانسميشن، بس في عندنا حاجه بعدها فيرتيكال ترانسميشن. اخر حاجه في المود اوف ترانسميشن عندي الديفينيشن بتاع الفيرتيكال ترانسميشن هو عباره عن انفكشوس ايجنتس كان بي ترانسميتد فروم ماذر تو ذا بيبي. انا قلت فيتوس، قلت نيو بورن، ما قلتش ليه؟ لان الفيرتيكال ترانسميشن له ثلاث محطات. الفيرتيكال ترانسميشن من الام للبيبي المحطة الأولى النيوترو وهو داخل الرحم. المحطة الثانية ترانسفاجينا أثناء البرد أثناء ما يعدي في البرد كنال. المرحلة الثالثة بريست فيد. يبقى الفيرتيكال ترانسميشن بيتنقل من الأم إلى الطفل بأحد المحطات الثلاثة دول. عمال هنا تقسيمة بتتسأل في الشفوي بس ما بتتسألش في التحليل، هي إيه بقى؟ انيوترو ده بسميه كونجينيت تمام. انيوترو انفكشن لو ده نوع من ده فيرتيكال ولا مش فيرتيكال؟ بيبقى فيه انفكشن بس في الفيرست ترايمستر اوف بريجننسي بسميه كونجينيتال انفكشن. طب نطلع شويه ترانسبلاسنتال كل ده انيوترو، لكن حصل امتى الانفكشن؟ ذا سكند ثيرد ترايمستر. كلنا نعلم أن البلاسينتا تتكون في الشهر الرابع، يبقى ترانس بلاسينتا ما تنفعش اللي في السكند في الثيرد ترايمستر، ما تنفعش في الأولاني. الحاجة اللي بعد كده باري نيتال اللي هي حول الولادة، كان ساعد المرور حتى في البيرث كانال تمام؟ بوست نيتال اللي هي ثرو ذا بريست فيد.
واحد واثنين دول كان يعتبروا. بيرينيتال هي دي اثناء الولاده. الثالثه ما بعد الولاده البريستو. خلاص؟ اذا فيرتيكال ترانسميشن من الحاجات المهمه ننتبه ليها جدا. ايه بقى الاورجانيزمز اللي بتتنقل عن طريق الفيرتيكال ترانسميشن؟ هنا شويه حاجات. اليوترو عندنا اكزامبلز فايرال انفكشنز زي الروبيلا وفيتوميكالو فايتس بي وسي واتش اي بي وبوتنشالي ماس يعني على قليل. اند فاريسيتا سبايروكيتال انفكشنز برضو اللي هي السيفلس، وانتوا عارفين طبعا ان هو ايه مرض سيكشن ترانسميت. بروتوزوا انفكشنز زي توكسوبلازموزس او توكسوبلازما مورتي، كل دول بيتنقلوا والبيبي انتيوتيف. طب تعال نشوف بقى في حاجه ثانيه، هو خارج بقى في البيرينيتال الفتره اللي هي قبل اثناء الولاده. اشهر حاجه اثناء الولاده ايه؟ حد عارف؟ اشهر حاجه سالميا. برافو عليك، برافو عليك. سالميا دي بتبع طبعا بنعمل لها كيموفلاكسز، لوكال كيموفلاكسز بتاخدوه في البريفنشن. طيب ايه كمان ممكن يحصل اثناء الولاده؟ اي حاجه في الفاجينا في الكنال ممكن يبقى الطفل ده جيت انفكتد حتى نموت. تمام؟ فاذا انا عندي الامراض اللي هي الفيرتيكال ترانسميشن. طب حد يقول لي البريست ميلك بينقل امراض ايه؟ بينقل هيباتيتس بي وسي وايدز كمان، بينقل ايدز كمان وسايتوميجالو فايروس. سايتوميجالو فايروس انا كنت بعتقد انه حاجه اجنبيه مش موجوده في مصر. اتعملت رساله من فتره طويله اثبتت انه عندنا نسبه كبيره جدا من السيدات انكسبكت عندها سايتوميجالو فايروس. اخر حاجه بقى الاورجانيزم الموز اوف ترانسميشن خلاص ده فاضل اللينك دي اللي هي انتر وانفكشن. بيدخل منين؟ بسيط، كلام بسيط جدا. ريسبيراتوري تراكت او جاستريك تراكت او بيرتينيس روت او سكين ميوكاس ميمبرينز. دي تجميعه برضه. تمام؟ وبكده احنا تقريبا وصلنا لايه؟ للجزء الثالث والاخير. احنا قلنا اتكلمنا على الريزرفوار، اتكلمنا على الموز ترانسميشن، فاضل الجزء الثالث، واتكلمنا على الاكزيت والانتر في النص، فاضل لنا بس نعرف شويه حاجات عن الموز. احنا ماشيين صح. اتكلمنا على الترانسميشن. عندي ست انواع او موز اوف ترانسميشن، واتكلمنا على سايت اوف انتري، وكده فاضل لنا سستبتبل موز. بصوا انا محتاجه في سستبتبل موز ده ربع ساعه. اوكي؟ ممكن نريح خمس دقائق بعدين من تسعه ونص ولا نكمل على طول؟ اوكي؟ عايز ربع ساعه بس. يعني ايه؟
أصلاً اللي بيعملها أن الإنسان بيكون حاجة اسمها أنتيبودي أو سيل ميديتد إميونيتي. فدلوقتي لو أنا الإميونيتي اللي أنا كونتها اللي أنا عملتها دي باسيفلي أكوايرد. يعني إيه باسيفلي أكوايرد؟ يعني أنا خدتها من الجسم ما عملهاش، أنا خدتها من بره الجسم مش جسمي أنا اللي عملها. أنا كنت باسيف ما كان ليش دور في تصنيع هذه الأنتي بودز، تمام؟ عشان كده بس بسميها باسيف باسيفلي أكوايرد إميونيتي. المثال بتاعها على طول نقسمها اتنين على طول، ناتشرال وارتفيشال. فبنمشي كده بالسهل، نمشي بالسهل. لو قلنا هنا ناتشرال وباسيفلي أكوايرد إميونيتي، المثال بتاعها ماترنال أكوايرد، الأم هي التي تصنع الأنتي بوديز وتديها من لمين؟ للبيبي. جميل. في ارتفيشال باسيف اميونيتي، المثال بتاعها السيرو بروفيلاكس، الانتي بوديز هنا تصنع في المعامل وفي البكسيرا والمعامل اللي زيها، وبعد كده الانسان بيستفيد منها. يبقى اذا الاميونيتي الانتي بوديز او الاميونيتي اللي جسمي انا ما عملهاش، يا اما اخدها من الطبيعه زي الام تدي له اولادها ماترنا اكبر، يا اما اخدها من البكسيرا تبقى ارتفيشال، يعني بستخدم هنا سيرو بروفيلاكس. هي هنا باسيف ليه؟ لانه انا اديت له الانتي بوديز جاهزه جاهزه، انا ما عملتش، جسمي ما عملش. النوع الثاني من الاميونيتي فيه اكتف اميونيتي، بنقسمها بنفس الطريقه. لو ناتشرال واكتف اميونيتي معناها ان انا اتعرضت انا للاورجانيزم سواء بانفكشن او ديزيز، فبدا جسمي يطلع انتي بودي. الفرق بينها هنا وبين الارتفيشال اكتف اميونيتي ان جسمي ما اتعرضش انا للامراض، ما قابلتش ناس عيانين، نوت ان كونتاكت مع كيس ولا انا عيان، ولكن انتشنالي انا باخد جرعه صغيره من المايكرو اورجانيزم علشان تديني مناعه تنشط جسمي. دي فكره الفاكسينيشن، تمام؟ التقسيمه دي تقسيمه بسيطه ممكن يعني تبقى وانت حتى بتذاكر ترجع لها دايما، هترتب لك الافكار. طيب نخلص بسرعه كده من الديفنس ميكانيزم اوف ذا بودي، دي بنسميها ناتشرال باريرز اوف انفكشن. وفي نوع ثاني انر بودي ديفنس. ناتشرال باريرز اوف انفكشن هي كل ما يحمي الانسان من الخارج. ابدا من انتك سكين، خش على الجنين، في حاجه اسمها لايسوسايمز والتيرز، تمام؟ ايه كمان؟ الابثيليوم اللي عندنا في جسمنا مغطي عامل تبطين للانسجه بتاعتنا، ده في حاجات كتيره جدا بتحميه. فبالتالي انا عندي شويه حاجات بسميها ناتشرال بيرز انفكشن. الدموع يعني تخيلوا مثلا من الناتشرال بيرز انفكشن، سوري، كميه البلازما الكبيره بتعمل دايليوشن لاي مايكروبيزم بيدخل. اذا دي بسميها ناتشرال بيرز اوف انفكشن. طيب في ايه بقى؟ الانر بودي ديفنسز اللي جوه الجسم برده نون سبيسيفيك. اقول لكم مثالين. الماكروفاج دي سبيسيفيك ولا نون سبيسيفيك؟ نون سبيسيفيك ده بيسموها لا اسم تاني، بيسموها ده بودي او سكافنجر. اي حاجه غريبه يروح ايه؟ اكلها معايا. حتى لو خليه مش مظبوطه فيها خلل في النيوكلياي بتاعتها والدي ان ايه، بيعتبرها غريبه وبياكلها. وده يخليك تسال سؤال انا مش هجاوبك عليه. لماذا يصاب الناس اللي عندهم لو اميونيتي بالكانسر؟ عشان في لينك بينهم. عشان اللي يحصلش السيرولينس اللي يحصل على طول. لان الماكروفاج مش نشيطه. فلما تبدا خليه تتجنن وناويه تبقى نواه تيومر بتفوت بتعدي. ماتشوفهاش، ما تاخدش بالها منها. فيبدا التيومر يعني البراز بتاعه. لازم في علاقه بين الاميونيتي والكانسر؟ ده سؤال كورة. في علاقه؟ عرفناها دلوقتي؟ تمام. الانر بودي ديفنسز بقى حاجات اخرى يعني ممكن نحطها بسرعه كده ونخش على سبيسيفيك اميونيتي. هذا هو بيت القصيد.
ايه بقى سيسيبك الميونتي اللي هو الكلام الكتير قوي اللي قلنا ده اللي هو التقسيمة الضخمة دي؟ السيسيبك الميونتي معناها ان الجسم تعرض لانتيجين معين وبالتالي طلع له انتي بوديز او سيل ديفيز الميونتي خاصة بهذا الاكسبوجر. لكن اللي قبلها انا جسمي محمي من اي حاجة، الماكروفاجز تاكل اي حاجة، في مونوسايت زي ما قلت لكم نموذجين ماكروفاجز والمونوسايت تمام. السبيك اميونيتي بقى بتعتمد على الديفلوبمنت اوف انتي بوديز تطلع من البيتا سيلز، وفي زي ما انتم عارفين ساعات التي سيلز بتدي سيلر اميونيتي بتبقى سيل ميديت اميونيتي على التي سيلز تمام. سريع هذا الكلام، سريع سريع سريع. هكلمكم بس على الباسيفلي اكوايرد اميونيتي. ايه الباسيفلي اكوايرد ناتشرال اميونيتي؟ لو ده سؤال احنا باسيفلي اكوايرد وناتشرال يبقى ايه؟ طب امال باسيفلي اكوايرد ارتفيشال سيروبروفيلاكسيس؟ تعال نتكلم على الاولانيه اللي هي باسيفلي اكوايرد وناتشرال. الانسان ما تدخلش فيها خالص، ولا ادى حقن ولا حضر انتيجنز ولا اي حاجه خالص. هنا الماتيرنال اكوايرد اميونيتي تبقى عبارة عن الانتي بوديز الام مكوناها بتديها طواعية للجنين بتاعها عن طريق البلاسينتا. كويس كده؟ القصة دي معناها ان كل الانتي بوديز اللي عند الام ممكن تتنقل للطفل، وبالتالي هيبقى محمي من الامراض دي على الاقل لمدة 4 أو 6 شهور. ليه؟ لان الانتي بوديز بيحصل لها ديجراديشن، مش بتاعتي مش انا اللي كونها، هتخلص هيجي لها وقت وتخلص بالظبط، بيحصل لها كسر تمام. يبقى ده يديني فكره لماذا نبدا التطعيمات في الشهر الثاني، ما تاخرش عن كده، لانه على بال ما الطفل يتكون اميونيتي يعني يكون عندي جود الخاصه بيه بياخد له على الاقل 4 أو 6 شهور. فانا عايز ابدا معاه وهو محمي بالمظله بتاعت ترنا كارد اميونيتي، يبدا هو يكون الهيموجلوبين بتاعه هو الخاص. طيب في سؤال تاني مهم جدا، هل كل الامراض اللي الام بتبقى عندها مناعه ليها بتتنقل للبيبي؟ مش كلها فعلا. ايه اللي ممكن، ايه اللي ما بيتنقلش من بابه كده؟ اي جي ام لان هو كبير تمام ما بيخش، وده بيبقى ريسنت لسه ما نحاول ما نحاش باي جي اي جي جي اللي هو القديم يعني تمام الاولد. ايه تاني؟ لا الاهم من ده الاي جي اي ده يعني مش مهم قوي، ده سيرفيس بيحمي سيرفيس. في حاجه مهمه اسمها سيل ميديتد اميونيتي، اي حاجه المناعه فيها سيل ميديتد اميونيتي لا تنتقل الى الجنين ولا البيبي اثناء البيبي ولا اي حاجه. سيل ميديتد اميونيتي دي خاصه بالشخص نفسه، لا تنتقل ولا يعطيها لاي حد، ما يقدرش تمام. اذا هنا لو قلت انا سؤال لحضرتك، The newborn is susceptible to TB، صح ولا غلط؟ صح. وعشان كده بيبداوا الفاكسينيشن بتاع التي بي امتى؟ بدري قوي، بيسموها زيرو دوز يعني قبل الشهر الاولاني. ليه؟ لان البيبي ده مولود susceptible، اي حد عنده تي بي حواليه ممكن يعني تمام؟ إذا في الماتيرنال أكوايرد إميونيتي عرفت إن هي الأنتي بوديز بتتنقل للجنين من الأم، مش كل الحاجات اللي الأم عندها مناعة ليها بتتنقل، في حاجات إكسبشنز. الحاجة التالتة إن الميونوغلوبولينز اللي هي جاية من الأم بتقعد فترة قليلة، وبالتالي لازم أبدأ الفاكسينيشن بدري. خلاص؟ دي معلومات كلها بالنسبة لنا مهمة جدا. معلومة أخيرة منطقية جدا، الطفل بيبقى عنده اميونيتي للامراض اللي هي اندمك في المنطقه الكوميونيتي ده تمام. يعني هو الطفل بيبقى عنده مناعه للامراض الشائعه او اندمك، لان الام غالبا ما عندها لها انتي بوديز، صح كده؟ فلو الطفل ده راح في مكان تاني، بلد تانيه، كلتشر مختلفه، انفايرمنت مختلف، هيبقى سسبتبل للحاجات اللي موجوده في الكلتشر الجديده. البريست فيدنج له فايده طبعا، انتوا عارفين الكولسترول
وفي ميونوجلوبولين ايه موجود في البريست من حاجات ريدي ميد بس اللي اكوايرد. قبل بي اكوايرد ناتشرال اميونيتي اللي هي ايه بقى؟ الجسم عمل فيها مجهود واتنقلت من غير اي تدخل تكبر اعجاب اهو احنا نتكلم على الديزيز او الانفكشن. السب كلينيكال انفكشن ممكن يعمل مناعه بشكل يعني جميل جدا. السب كلينيكال انفكشن معناه ايه؟ ان الشخص ده جيت انفكتد والاورجانيزم بدا يعمل مايكرو باثولوجيكال تشينجز بدا يتفاعل مع الجسم فالجسم طلع له الانتي بوديز. بان عليه المرض؟ لا. تمام؟ انتي بوديز تفضل موجوده. لكن الانتي بوديز بتفضل تحميه. فالريبيتد اكسبوجر لنفس المرض بسبب كلينيكال انفكشن بتدي له حمايه. ده يفسر لنا حضراتكم ان الطفل بيبقى ساعات ماشي في القريه شكله يعني بائس جدا ممكن يكون بياكل حاجه مش نظيفه وما بيجيلوش الاتاكس بتاعت الدايريه. زي واحد مثلا كان عايش في مكان فيري كلين سترايل بليس ونزل القريه دي هيجيله فيتال جاستروانترايتس بيعمل شويه اسهال شويه عنده سب كلينيكال اميونيتي. وانا بقول الجمله دي برده احفظوها سب كلينيكال انفكشن الدمين كوز اوف اميونيتي ان اور كوميونيتي. القصه دي بتحصل لو حد جاي ترافلر جاي مصر وبدا يعني هو جاي من استرايل بس تقريبا وشرب بس شويه ميه بس ما يعني ما عملش لسه ما اكلش كشري ولا فول ولا حاجه ده جاله ده سموها ترافلر ده لانه غير المكان الهابيتات اللي هو ما عندوش يونت الحاجات دي. طب في كلمه هتغيظكم جدا بس انا هشرحها كارير ستيت اميونيتي كارير مش قلت لنا الكارير ده ما يعني ما عملش حاجة ده يبقى ده يدوبك بينقل كده بس الأورجانيزم من واحد تاني. لا في جملة بتقول repeated exposure to subclinical infection والكارير ستيت كمان يعني الكارير ستيت ده أنا جيت انفكتد من الانفايرمنت 10 مرات في خلال 10 سنين بالتكرار الانفكشن لنفس الحاجات. صحيح أنا كارير ما عيتش ولا بقى عندي subclinical infection أقل من كده لكن مع الوقت بيتكون كانه السب كلينيكال والكارير في اللقطه دي شبه بعض خالص يعني. اتنشن هنا نو سب كلينيكال انفكشن اند اميونيتي لمين بقى؟ مفيش سب كلينيكال انفكشن في حاجات معينه هي ايه؟ دول تحفظوهم للشفا. في عيان يا سلام دي بيسموها اول اور نان ديزيز. في اند بلايند فاكرينه؟ اند بلايند لو ما استريكت زونوتيك. وفي هنا اولرمان يا عيان يا سليم. الامثله بتاعتنا الميزز والباريسيلا والباريولا ما فيهاش سكر. تمام والسفلس الجرية برضو ما فيهاش سب كلينيكال. في الامراض دي الاميونيتي بس بتبقى اكوايرد باي مانيفست ديزيز. المانيفست ديزيز اللي هو فيه ساينس وسيمتومز قسمناها برضو عشان حضراتكم برضو عندك وعي. الاتاك اوف انفكشن ديزيز از فولود باي فاليد ديزيز اوف اميونيتي. هل واحد مصيب بالتيفويد السنه دي بعد 5 سنين هو عنده اميونيتي للتيفويد؟ بعد 5 سنين واحد جاله اتاك اوف تيفويد فيفر خد المرض كله كلينيكال وتعالج وبقى انسان يعني حد عاش التجربه دي كلها، هل الشخص ده مش هيجيله تيفويد تاني طول عمره؟ ممكن تيجي طبعا لان في بعض الامراض النيتشر بتاعت الاميونيتي بتاعتها بتبقى قصيره وبتختفي مع الزمن فدي حاجه مهم جدا نبقى عارفين الحاجات دي. يعني مثلا ما تستغربش ابدا ان في حاله ستريبتوكوكال فارنجايتس الانسان بيتعدى او ممكن الطفل يجيله مثلا اكثر من مره في السنه. ليه؟ في اللحظه دي الاميونيتي بتبقى towards some strain فقط مش كلهم واحنا عاديين عارفين ستريبتوكوكاي 60 نوع. فاذا الاميونيتي هنا لا المناعه مش كل حاجه لا ده حاجه معينه بس. عشان كده بيقسموا كمان المناعة
المناعه اللي بتنشا بعد الاصابه بالمرض. خلي بالك الاصابه بالمرض بتديني احسن فرصه للمناعه، احسن فرصه، لان باص ده اكسبيرينس والجسم عدى في التجربه كلها. ولكن في عندنا مجموعه امراض بتدي مناعه تامه ودائمه بيسموها ابسولوت اميونيتي. يعني ايه ابسولوت؟ يعني نو سكند اتاك. والمثال بتاعنا يلو فيفر. قولي في حد ذاتي كده يقول لي امال احنا بناخد الفاكسين بتاع اليلو فيفر كل 10 سنين ليه؟ لانه فاكسين مش لو الشخص ده جات له يلو فيفر كديزيز وتعالج منها ونجا ما تجيلوش تاني ابدا. لكن الفاكسين بتاع اليلو فيفر قوي بيحمي بنسبه 100% لكن لمده 10 سنين بس بتفيد قوي. اذا اللي بيدي ابسوليوت اميونيتي يعني نو سكند اتاك المثال الوحيد عندي يلو فيفر. سوليد اميونيتي يعني بيدي فتره طويله مور ذان يعني السكند اتاك قليله قوي زي الميزلز والماوس. في ساعات بقى المرض يديني هاي او مودريت او ويك ديجري اوف اميونيتي. المثال بتاعة الويك ديجري اوف اميونيتي التايفويد اللي انا قلت لكم عليها والدايرز بتتكرر على طول لان المناعه بتبقى قصيره وضعيفه. ريزيستنس اوف انفكشن لو في مرض زي التي بي ده مرض يونيك جدا في المناعه بتاعته، في حاجات كتيره جدا مميزه قوي للتي بي. خليني اكلمكم على البرسيستنت انفكشن كمثال التي بي. بنقول دايما التي بي علشان الانسان يفضل محمي منه يبقى عنده مناعه، المناعه في سير مديت الاميونيتي، لابد ان تظل مجموعه من المايكرو اورجانيزم هي التي بي بس الدراي موجوده وعايشه في جسم الانسان. اذا هذه المجموعه اختفت لاي سبب، واحد خد انتيبيوتيك شديد مناعته قيس فجاه كده ارتفعت مره واحده، at this moment الشخص ده بقى susceptible to TB. القصه دي بيسموها prenunition immunity. ده الاسم المكلكع. طب في اسم سهل؟ يسموها infection immunity. معناها so long infection is present, so long immunity is present. وعشان كده ده احنا بنقول المناعه بتاعت اغلب الناس من التي بي بسبب حاجتين مهمين. الحاجه الاولانيه حاجه اسمها جونز فوكس. جونز فوكس ده عباره عن فوكس في الرايت لانج في الابر لوب، عارفين ليه طبعا. فيها شويه اورجانيزم بتسيطر عليه بس صحيين ومرضيين. الارتفيشال فوكس اللي هي اللي بنعملها عن طريق التطعيم. وعشان كده لو مكان التطعيم حصل فيه سبسس الاورجانيزمات الضعيفه دي ماتت، فشل التطعيم. انا عايز في التطعيم فوكس متسيطر بس فيها ليفنج اورجانيزم. خلاص لو الاورجانيزم ده مات او اتشال او اختفى الفوكس ده اختفت لاي سبب من الاسباب، رد الفعل السريع هذا الشخص اصبح سسبتبل. لو اتعرض للتي بي دلوقتي هيجي تمام. فدي فكره البرسيستنت. طيب خلينا بقى نتكلم على artificial induced او active immunization. دي كلها هتكلم عليها بكره معاك الدكتور ايمان في البنش، لان ليها تفاصيل كتير قوي هي ممكن تغطيها واحنا ايه مقسمين الشغل يعني. تمام. فاضل عندي اخر حاجه بس اللي acquired artificial induced immunity اللي هي سيروبوفيلاكس. السيروبروفيلاكس اللي هي عباره عن ريدي ميد او ريدي فورمد انتي بودز بصنعها عندي في المعمل او باخدها من فولنتير. تمام. الريدي فورمد انتي بودز دي انا اما بصنعها عندي في المعمل اما بجيبها من فولنتير جاهزه. كويس كده. وبعد كده بديها للشخص المعرض للخطر اللي انا خايفه عليه. فده فكره السيروبروفيلاكس. بتعمل رابت ميزه رابت بروتكشن بات
تبرر عشان هي بتفيد قوي لها هاف لايف بتنتهي وانا مش اللي عاملها بنفسي مش انا اللي تعبان فيها بيجي بالراحه بيجي بسهوله بيضيع بسهوله صح بيجي بمجهود بيقعد كتير صح كده دي معلومه ساريه حتى على الاميونيتي غالبا الباكسين السيروبلاكس ده اللي هي الهيموجلوبين في الغالب بديها افتر اكسبوجر يعني افتر اكسبوجر بعد ما الشخص اتعرض للمرض فانا عايزه احميه بسرعه دي اسرع حاجه تحميه الهيموجلوبينز الجاهزه تمام يبقى القاعده انا بدي الهيموجلوبينز اللي هو السيروبلاكس ده بعد ما شخص يتعرض فانا خايفه عليه هو حد بيبقى عنده علم ان هو هيتعرض لشخص عيان ولا لا؟ هيباتيتس بي بس بعد ما تشك. هيباتيتس بي بعد ما تشك. في عندنا يعني بعد ما تعض مش كده؟ بعد ففكره ان انا عندي ده سؤال عايزك تجاوب عليه هل اي انسان بيبقى عارف ان هو اكسبوز للديزيز ولا لا؟ مسافر ايوه بالظبط محمد صح؟ محمد بيقول لو مسافر هيبقى عارف انه هيتعرض للمرض الفلاني في البلد دي وحسب الجغرافيا بقى مذاكرين بقى ابيديميولوجي بصين كده على الكره الارضيه اللي مسافر كينيا وتشاد لازم هيبقى عارف ما يتعرض ليه؟ سيرم سي ملاريا انا رايح مثلا في المكان الفلاني لا ده انا هتعرض لهيباتيتس اي وهكذا اذا في اللقطه دي بقدر او بقول ممكن استخدم حاجه اسمها بيفور اكسبكتد او بوتنشال اكسبوجر خلاص ساعات بقول انا كطبيب انا بوتنشال اكسبوز للهيباتيتس بي صح كده فباخد الفاكسين لكن هل اخد السيرو؟ السيرو ده اخده لو انا رايح هتعرض لريسك شورت تايم مش قادر ادي اخد الفاكسين المعنى اللي انا عايز اقوله لو عندي طريقتين يحموني سيرو بروفلاكسز وفاكسين اخد انه فاكسين لو انا ات ليجر تايم براحتي لو انا مزنوق والوقت ضيق وانا فعلا اكسبوز الكوبيشر بيريد قليله فانا بعمل ايه؟ باخد لو ليها سيرو يعني انت بيبقى عندك فعلا يعني لازم تشغل مخك كويس تحس تفيد البيشنت بتاعك وتحميه بسرعه بشكل هما كلمتين بقى في الاميونوجلوبينز في هيومن نورمال اميونوجلوبينز وفي هيومن سبيسيفيك اميونوجلوبينز الفرق بين الاثنين ايه ده التطور الطبيعي لحاجه استعمل يعني ايه؟ هيومن نورمال اميونوجلوبينز دول بيعملوا ايه فيها؟ ببساطة كده أنا هدخل معاكم في معمل الفاكسين بياخدوا عين سامبل من البلد من دونرز متطوعين أو فولنتيرز بياخدوا كميات دم من ناس عادية خالص صحيحة وهيلثي وبياخدوها وبيفصلوا الإميونوجلوبيونز اللي فيها ويحطوها في فيروس تمام؟ إيه الحكمة؟ إيه الميزة؟ قال لك الفيروس دي جواها الأنتي بوديز للاندميك ديزيز اللي في المكان خلاص يبقى دي بيسموها هيومن نورمال اميونوجلوبين لو واحد عايزه احميه كده كل حاجه في اي حاجه لسه جاي الكوميونتي الجديد ده بروح اعطيله الهيومن نورمال ده زي بالظبط الجي بي يعني ينفع لكم طب تعالوا نبص للهيومن سبيسيفيك اميونوجلوبين لا انا بجيب دم عينات دم من فولنتيرز اخدين تطعيم معين فتكون عندهم انتي بوديز فاخد منهم دم وافصل الانتي بوديز او ناس لسه ريسنتلي في الكونفاليسنس واقدر اخد منهم شويه دم من المرض ده بالذات فيبقى عالي او في ميونوجلوبينز عالي فدول النوعين من الميونوجلوبينز تمام الاحسن الهيومن سبيسيفيك ولا الهيومن نورمال لو انا عارف ان انا الهيومن سبيسيفيك هحمي الشخص من مرض معين اديله سبيسيفيك ما اروحش لو انا هحميه اضطرج كده يعني نوع من يعني بتقول عليه امبيريكال كده بروتكشن ممكن اديه هيومن نورمال. في سيرو بروفلاكسز وفي سيرو ثيرابي. ايه الفرق بين الاثنين؟ قبل المياه وده بعدها؟ تمام.
السيرو بروفيلاكسيس يعني احمي الناس لو من المرض المعين ده. لو حصل المرض يبقى لازم ادي سيرو الدوز بتبقى عاليه وهكذا. في كلمه عندنا هتمر عليك اسمها سيرو بريفنشن وسيرو اتنويشن. على حسب دلوقتي لو بناخد المثال الميزلز، لو في طفل اتعرض اكتشفت ان هو كان قاعد مع طفل عنده ميزلز في الحضانه تمام، ابني اهو في الحضانه اكتشفت ان الطفل اللي كان قاعد معاه امبارح طلع عنده ميزلز، يعني كان معاه في الانكيوبيشن بيريود اخر 4 ايام حلو كده، وانا ابني ضعيف انا عنده ضعيف عارف انا القصه دي يعني عنده سنتين اعمل ايه؟ ارد ابني بسرعه اديله لارج دوز من الاميونو بلوكرز تمام؟ فاعمل ايه؟ اعمل سيرو بريفنشن ادي كميه كبيره وقت قصير جدا، هو كان امبارح مع زميله وانا النهارده اديت له بس اديله الاميونو بلوكرز، فبعمل سيرو بريفنشن ما بيحصلش ان هيجيله ان شاء الله الميزلز تمام؟ طيب لو انا مش عايزه اعمل سيرو بريفنشن اديله فرصه انه يكون بنفسه هو اميونو بلوكرز، فاروح عطياله شويه جرعة ميونوغلوبينز اقل من الاوبتيمم دي اديله حبه صغيره، فيحصل حاجه اسمها سيرو اتنويشن وبالتالي الطفل هيصاب بايه؟ هيصاب بميزلز بس على خفيف قوي او ما يصابش بس هيكون انتي بودي تمام؟ فاذا السيرو بريفنشن بلوك ديزيز تماما، التاني باسمح مجهود بس بشكل خفيف. احيانا ما بقاش خيار في ايدي، هو كان امبارح في الحضانه تمام؟ وانا ما خدتش بالي ان الطفل اللي جاله ميزلز الا بعدها 5 ايام. لو اديته كل الفاكسين السيرو كل الانتيبيوتيكس اللي في الدنيا مش هقدر امنع، ممكن اعمل بس اتنشن. خدتوا بالكم من الفكره سيرو بريفنشن وسيرو اتنشن؟ دي سؤال كومن في ال لو هو مش متطعم للميزلز برافو عليك يا مان، لو هو متطعم خلاص كل القصه دي مالهاش لازمه. طيب بس اسمحوا لي بس اقول لكم ده حاجه هقول لكم عناوينها بس. سبريد انفكشوس ديزيز دي حاجه مختلفه خالص عن الموتو ترانسميشن، ودي غلطه متكرره جدا جدا في الشفا وفي الريتم. اقول لك كل ايه يا ابني سبريد انفكشن كل دروبلت وفود بورد؟ لا يا ولدي مش قصدي كده خالص، انا قصدي كيف ينتشر المرض في المجتمع. طب هنشوف كده ازاي؟ بقول لكم العميل في اندميك ديزيزز اللي هي الامراض المتوطنه اللي موجوده طول الوقت في البلد، دي نسميها متوطنه تمام؟ في بعد كده في ابيديميك المرض بعد ما كان موجود بشكل قليل، لا الاعداد زادت قوي في فتره قصيره. في بقى بانديميك، البانديميك ده المرض بس مش موجود في دوله واحده، موجود في كذا دوله، عشان كده بيسموه ترانس ايه؟ دي اللي هي الاندميك سبريد اهو، اهم حاجه فيه انه بيبقى حاجتين، في سبورادك كيسز يعني حالات تمام؟ انريليت، والحاجه كمان بيبقى فيه كارير كتيره في المجتمع ده. الاندميك سبريد عدد الحالات بيزيد قوي في مجتمع ما في وقت قصير، والاندميك قد يكون حاجه من الدين. يا اما اندميك ديزيز قلب بقى ايبيديميك بسبب ان الانفيرمنتال كونديشنز يعني المناسبه تمام، او الحاجه الثانيه انفكشوس ديزيز ما كانش اصلا موجود وظهر جديد. عشان كده لو حاله اول ما حاله ايفيان فلو تظهر في بلد غير مصر هيقولوا البلد فيها ايه؟ ايبيديميك اوف ايفيان فلو، حالة واحدة بس. ليه بقى؟ لأن بيقول لك أنت نقلت من الصفر لواحد، الفرق بينهم كبير جدا. الحاجة الثانية لو ظهر مرض في الكوميونتي وهذا المرض لم يكن معروف تأكد إن أغلب الناس سسبت، فهينتشر انتشار ناري في الهشيم ويعمل ابيديميك تمام؟ يبقى الابيديميك يا اندميك موجود وتجنن تمام؟ يا حاجة أصلا مش موجودة وحاجة دخلت على البلد دي تمام؟ طيب ايه بقى خلاص الاوت بريك؟ هو فاضل ربع الاوت بريك ده عباره عن ايه؟ عباره عن ابيديميك على الغلطه على الحالات كبير في كونفايد مدرسه مدينه جامعيه سجن ريفيوجيز
الكامبس بتاعت الميليتري فورسز، مجتمع مقفول مغلق تمام، فالعدد بيزيد فيها بسرعه في وقت قليل. اخر حاجه بقى، اخر حاجه عشان اشكركم، بندمت سبريد اللي هو بين القارات. شكرا جزيلا جزيلا.